الحرب ليست مجرد صراع عسكري بين جهة وأخرى، وأضرارها ليست فقط على الحجر والبشر، إنها أيضاً حرب على البيئة. مع استمرار الحرب منذ أشهر طويلة، تتكشف رويداً الأبعاد البيئية لها، أبعاد لم ينتبه لها أحد بعد، وتمثل تحدياً كبيراً ينتظر لبنان. تفند النائبة الدكتورة نجاة عون صليبة لسباتشات الأضرار البيئية الناتجة عن هذه الحرب المدمرة على الشكل التالي: أولاً، القطاع الزراعي الذي يتأثر بشكل أولي وأساسي، وهذا ما ينعكس بدوره على سلامة الغذاء. ثانياً، الركام الناتج عن دمار الأبنية. ثالثاً، النفايات المتكدسة على الطرقات. رابعاً، تلوث الهواء والتربة والمياه. يعني حتى نحكي عن الأشياء البيئية بدنا نجزئهم بهذه الطريقة. قصة الزراعة نحن بنعرف أنه تأثرت كتير، لأنه في مناطق زراعية كتير كبيرة بالجنوب ما عم نقدر نوصل لها، وهذا الشيء بيأثر على قدي في كمية خضار وفواكه، وهلأ موسم الزيتون عم بتوقف، ما عم بيقدروا الناس يستغلوها، ونفس الشيء بالبقع. منشان هيك هولي ضروري نفكر فيهم ونشوف قد ما فينا، قد ما يكون عندنا مناطق زراعية نقدر نحميها لازم نجرب نحميها. التكديس الزبالي بلش يبين وين ما كان، بكل أنحاء المناطق وبكل أنحاء البلد، وهيدا الشيء مفروض نوعيله كتير، لأنه هيدا الشيء نحن قادرين إنه نتحكم فيه لحد معين. يمكن بيروت أصعب بكتير من غيرها، لأنه في كمية نزوح كتير قوية على بيروت، وبنفس الوقت هول الناس اللي جايين ليقعدوا بالمدارس لا عندهم إمكانية يطبخوا ولا عندهم إمكانية يقدروا يتصرفوا بالأشياء بسهولة بقلب غرفهم. منشان هيك في جمعيات كتير عم بتقدم لهم غدا أو تروي أو عشاء، وبنفس الوقت عم بيقدموا لهم مثل كماليات للغذاء. هولي كلهم عم بيجوا بطريقة معلبة، وكل هيدي المعلبات عم بتأدي لتكديس أكبر وأكثر من النفايات. من هنا دعوة للبنانيين المتواجدين في مناطق آمنة نسبياً ولا تعاني من اكتظاظ سكاني لمحاولة معالجة أزمة النفايات، على أن تكون هذه مسؤولية البلديات قبل أن يتكرر المشهد بتكدس النفايات على أطراف الطرقات، ما ينعكس بدوره على السلامة العامة. ولكن ماذا عن الأضرار البيئية الأخرى لهذه الحرب؟ بالنسبة للهواء، أكيد نحن عم نشوف قدي في حرائق عم تنتج من وراء القنابل اللي عم تنزل. هيدي الغيمة السوداء هي بتحمل كتير اشياء. يعني اول شيء عندك القذائف اللي هن معادن ثقيلة، كل ما يكون في غبرة بالجو سوداء او غيمة سوداء لازم نتخيل انه كل نقطة منهم هي جزيئية. شو يعني؟ يعني هي عبارة عن تجمع لكيماويات بقلبها. يعني دايما انا بفكر انه وقت نحكي عن الجزيئيات بدنا نفكر انه هيدا كيس كيماوي محطوط بقلبه اشياء كيماويه موجوده. تخيلي انه في عندك معادن ثقيله عم تحترق، اكيد في عنا اشياء من البيوت، مثلا لا سمح الله واحد نزل بيته بيكون في موبيليا بالبيت، بيكون في مفروشات، بيكون في مواد تنظيف، بيكون في مبيدات، كلها هيدي لما بتحترق بتتفاعل وبتصير جزء من الكيماويات اللي عم بتشكل هيدي الغبار اللي طالعه بالجو. منشان هيك الحرائق بيكون ريحتها بشعه، بتكون محملة مواد سامة موجودة وعم تتبعثر بالجو. هلأ اللي عم بيساعد إنه ما عنا أمطار. لما ما يكون عنا رياح قوية وما يكون عنا أمطار، هيدي السحب الدخانية بتصير ستاجننت، يعني بتقعد لفترة أطول بالجو وبتصير تقيلة، يعني قاعدة هيك in suspension، يعني قاعدة معلقة بقلب الجو، لا عم بتروح لشمال ولا يمين. هيدي بتصير تأثر أكتر لأنه بيصير تعرض لها لأطول من العادة. هلأ أحكيه كتير عن أنابل الفوسفورية بتنزل ورح تأثر على التربة. هي الأنابل الفوسفورية بتعمل أسيد فوسفوريك، والأسيد فوسفوريك لما بينزل
إذا بيبقى أسيد ممكن يأثر على التربة، بس أخصائيين بالتربة الكيماوية أكدوا لي وحكيت أنا وياهم إنه نحن عنا مواد كلسية بقلب التراب اللي عنا، وخصوصا بالجنوب بيتفاعل دغري مع هذا الأسيد فوسفوريك وبيعمل مثل كالسيوم فوسفيت. هالكالسيوم فوسفيت ما بيأذي بقى التربة، وبالفلاحة بتقلبه في يقلبوا المزارع ويكمل الزراعة عادي. هيدي تطمين للمزارعين. نصائح مهمة على القاطنين في المناطق المعرضة بشكل مباشر للدخان الناتج عن انفجارات الانتباه لها، وهي إغلاق النوافذ والأبواب، عدم نشر الملابس في الخارج، وحتماً إبعاد الأطفال وكبار السن عن هذه المناطق. هو باختصار واقع مأساوي، وباتت الأوضاع الراهنة مرعبة للبنانيين لدرجة ذهب بعضهم لربط أحداث طبيعية كالطقس مثلاً بما يتعرض له لبنان من عدوان. عم يجيني كتير أسئلة إذا كانت تدني الرطوبة وتدني الحرارة والكهرباء، يعني إذا واحد دقر شيء وكهرب، هل هي هيدي مرتبطة بقصة إنه لبنان عم بيتعرض لعدد كبير من الأنابل؟ للحقيقة إنه مبارح عشية على 4 ساعات جربت قد ما فيني وثق تفسير هيدا بالعلم، وما لقيت ولا ارتباط بتدني الحرارة وتدني الرطوبة والكهرباء بقصة الأنابل. ما في أبدا ولا ارتباط علمي بيقول إنه هولي مرتبطين بهولي. أوكي، اللي لقيته هو إنه نحن بهيدا الوقت بالخريف دايما بيكون عنا سحب هوائية بتجي شمال شرق، يعني بتجي من أوروبا بتبقى باردة وبتمرق فوق بادية الشام اللي هي صحراء، بتأدي لسحب هوائية باردة وناشفة، وهيدا الكومبينيشن، يعني هيدا المزيج من سقعة ونشاف يعني أو رطوبة قليلة بيعمل كهرباء. ما هي أبداً ما لازم نبلش نتوهم ونقول إنه هاي أشياء مغناطيسية على كهربائية على مدري شو. دايماً التأثير الطقسي بالأنابل بيكون بوقتها، يعني وقت يصير في حريقة وبمطرحة، ما بيأثر على الطقس كله سوا. لم ينتهي الأمر هنا، ولا تقتصر أضرار القنابل والغارات والحرب عندما ذكرناه فقط. يرجح البعض أن حدة القصف تؤثر على حركة الفوالق الزلزالية، لا سيما بعد التحذير الإسرائيلي من هزة في الجليل تبين أنها نتيجة عن الانفجارات عند الحدود مع لبنان. فما حقيقة هذا الأمر؟ الزلزال هو أمر طبيعي يحدث عندما يحدث صدام بباطن الأرض، تخلق موجات، هالموجات بتنتقل عبر الصخر، مشان هيك بنسميها موجة زلزالية، يعني اللي بينقل الموجة من تحت وبيطلعها على سطح الأرض لترج، هيدي موجة زلزالية. على وجه الأرض القذايف والهيدا بصير في انفجار، من ينقل الموجات الناجية عن هيدي الانفجار هو الهواء، فبنسميها موجة صوتية. هلا فرق موجة صوتية هي موجة سطحية على باطن الأرض، إذا كانت قوية بيصير بتأثر بشكل، كل ما كانت قوية كل ما بتأثر أكثر بعمق الأرض. فإذا هناك عالمين، عالم تحت الأرض اللي بيعتمد على الجيولوجيا، هذا العالم تخترقه الزلازل اللي ناتجة عن تحركات بباطن الأرض، فوق الانفجارات هيدي سطحية، هيدي بتدمر كتير على السطح، بتدمر أبني وشغلات وقصص، بس إنه مفعولة بباطن الأرض كتير كتير خفيف. زلازل هي غير التفجيرات السطحية، التفجيرات السطحية تأثيراتها على سطح الأرض، إنه هيدا منه عمل جيولوجيا، عمل شر، عمل شو اسمه، تؤثر على المباني، هيدا ما في مجال لمقارنته بشيء طبيعي يحدث حتى الأرض تضلها متماسكة، حتى سطح الأرض يضله محل قابل للعيش. لو ما في زلازل وبراكين ما فينا نعيش على سطح الأرض. لولا الزلازل والبراكين لا حياة على سطح الأرض، ولولا الحروب والصراعات العسكرية لما تحولت حياتنا اليوم إلى جحيم. إنها العبرة، وباختصار